بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنكمل في هذه المحاضرة تكملة اللي هو المحاضرة الأولى الـ Overview of the Immune System، هذا الجزء الثاني منها. هناخد الـ Structure of the Immune System اللي هو تركيب الجهاز المناعي. الـ Organs of the Immune System are positioned through the body. الأعضاء الجهاز المناعي متمركزة في جميع أجزاء الجسم. They are called lymphoid organs، بسموها الأعضاء الليمفاوية. Because they are home to lymphocytes، لأن هي بيت الليمفوسايتس. The small white blood cells that are the key players in the immune system. هذه الليمفوسايت وحناخد عنها كتير بكرة، هنعرفها إيش هي يعني. هي اللي عبارة عن كرات دموية بيضة، هي اللي بتلعب أو هي مفتاح أو هو اللاعب الأساسي في الجهاز المناعي. البون مارو اللي هو نخاع العظام، soft tissue in the hollow center of the bones، إذا أنتوا بتلاحظوا في جوا العظم في اللي هو فراغ هذا وفي شوية أنسجة، هي هذه البون مارو. is the ultimate source of all blood cells، اللي هو يعني المصدر النهائي الأساسي لكل خلايا الدم، including white blood cells، شاملة معاهم حتى كمان الكرات الدم البيضة، destined to become immune system، اللي هي بدها إنها تستقر وتكون هي الخلايا المناعية. The organ of the immune system زي ما احنا شايفين هنا في الرسمة هذه are positioned through the body. شوفوا وين موجودين، هايو هنا في قدام الودن، في الرقبة، في الثايمس وحناخد عليها هنا، في هاي السبلين اللي هو الطحال، هذه الغدة الثيمومية بقول عليها، وبعدين هذه اللي هو في الإبط، lymph nodes موجودة في الإبط، وهي هنا البايرز باتش موجودة في المصارين، وهذه الابندكس اللي هي الزائدة الدودية، وهي هذه الليمف نودز الموجودة في المنطقة الإرابية بنسميها في يعني تحت في الرجلين، وهدول هناخدهم بالترتيب وهناخدهم إن شاء الله. هذه هي المناطق اللي متمركزة فيها الغدد الليمفاوية. الثايمس بخدوه بسموها بالعربي الغدة الثيمومية، is an organ that lies behind the breast bone، موجودة في وراء عظمة القص اللي هي في الصدر. lymphocytes known as T lymphocytes أو mature in the thymus. lymphocytes اللي بنسميها T lymphocytes هنحكي عليها، هي بتروح بتنضج، هي بتطلع من وين؟ من البون مارو، لكن هي بتنضج في الغدة الثيمومية. lymphocytes can travel through the body using blood vessels، هي بتروح بتتجول خلال الجسم عن طريق اللي هو الأوعية الدموية. The cells can also travel through system of lymphatic vessels، وهذه الخلايا برضو كمان بتروح مع اللي هو الأوعية الليمفاوية ذات كلوز ليبرال، بتكون متلازمة مع البادز فينز اند ارتريز، مع اللي هو الجهاز اللي هو الوريدي والأوردة والشرايين، يعني مع بعض بيبقوا ثلاثة هم vessels اللي هي veins arteries وليمف اللي هم مع بعض. مثلا هذه الرسمة الثايمس جلاند اللي بحب يشوف الاناتومي تبعها وين موجودة، هيها وراء الصدر، هي مركزها، هي هنا وراء عظمة القص، هيها هنا هذه هيكد، واللي هو بتفرد هرمون اسمه ثايموسين، والتارجت تبعتها اللي هو الوايت بلاد سيلز تي ليمفوسايتس. هذا الهرمون فانكشنز تاعتها هي بروموت برودكشن اند ماتوريشن اوف تي ليمفوسايتس، وزي ما حكينا وهذه مهمه جدا هذه الغده المناعيه. وهي الليمفوسايتس لهم اسماء هناخدهم كتير يعني هذه الاسماء وهناخدهم في درس لحال، سي دي تي سيلز، بي سيلز، وتي ريجولاتوري تي سيلز التنظيميه هذه، وسي دي 4 اللي هو تي سيلز هذول. في عنا خمس أنواع من الليمفوسايت، في منهم ثلاثة جرانيولار يعني حبيبيات، هي زي ما انتم شايفين فيها حبوب هنا، بيزوفيل، زينوفيل، نيوتروفيل،
هذول اللي هم الحبيبية، التنتين نون جرانيولار يعني مش حبيبية، هذول حناخدهم. حنتكلم عن كل واحدة بالتفصيل. يعني لو اجينا نتكلم عن البي سيلز، البي سيلز هي نوع من خلايا الدم البيضة زيها زي التي سيلز، من النوع الفرعي اللي هو للخلايا الليمفاوية، وهذه بتعمل في مجال المناعة الخلطية يعني في الهيومورال اميونيتي، في جهاز المناعة التكييفي اللي هو الأدابتيف، حناخده كله بعد كده، عن طريق إفراز الأجسام المضادة، هذه البي سيلز. بالإضافة إلى هذا بتقوم هذه الخلايا البائية، البي سيلز بنسميها بالعربي خلايا بائية، المستضدات يتم تصنيعها، وأيضا كخلايا عرضية للمستضدات، وبتفرز هذه الخلايا اللي هو بسموها سيتوكينات، وحناخد إشياء سيتوكينات. وطبعا الخلايا البائية هذه تنضج غير التي، هذه بتنضج في النخاع العظمي، وهو جوهر معظم العظام في الطيور والإنسان. الخلايا البائية هذه كثيرة موجودة في اللي هو النخاع العظمي. طيب الخلايا البائية على عكس الفئتين التانيين من الخلايا الليمفاوية، وهي الخلايا التائية والخلايا القاتلة تي كيلر سيلز اللي حناخدهم، يعني بتعبر من اللي هو مستقبلات الخلايا البائية في غشاء الخلية، بنسميها اللي هو البي سي ارز للخلايا، واحنا بصرنا نسمع البي سي ار والحاجات هذه هنا بالارتباط بمستضاد معين. وطبعا لما هي ترتبط بهذا المستضاد بتبدا اللي هو استجابه الاجسام المضاده ضده. طب لو اجينا هنا لا اللي هو الخلايا التائيه اللي هي التي سيلز، وهي برضو نوع من انواع الليمفاويات اللي بتتطور في الغده الثمه، ما احنا قلنا بتطلع اماتيور بتصير ماتيور وين في الثايمس، وهي من هنا هي بياتي اسمها تي يعني ثايمس، يعني بتلعب دور هام ومركزي في الاستجابه المناعيه. هذه بتتميز هذه عن باقي الليمفاويات بوجود مستقبلات على سطح الخليه، هذه لها مستقبلات. هذه الخلايا المناعيه بتنشا كخلايا يعني ايش سليفه، يعني مش كامله لا لسه، هذا بنسميها بلاست، يعني ممكن هي البلاست تتطور بعد كده، وهذه مستمده من نخاع العظام، كله بيطلع من نخاع العظام. بتتطور العديد من انواع خلايا التي، زي ما احنا حناخد هناك سي دي 8 تي وسي دي 4 تي سيلز، هذول بتتميز خلايا تي وبستمر بعد خروجها او بعد ما اللي هي بتسيب غدة الثايموس، يعني هي بتضلها ايش تتمايز. في عنا مجموعتين من خلايا تي المتمايزة اللي هو إلها دور هام في ضبط وتشكيل شكل الاستجابة المناعية، من خلال بتوفر مجموعة متنوعة من الوظائف اللي هي بتتعلق بالمناعة. إحدى هذه الوظائف هي موت الخلايا بواسطة مناعية، بواسطة مناعية، وبتقوم الخلايا التائية اللي هي بعدة طرق بالقتل هذه الخلايا. طب لو اجينا في عنا هنا في الصورة باين اللي هو CD4 وCD8، ايش هما CD4 والCD8؟ CD4 بلس مجموعة تانية من الخلايا التائية، بتعمل كخلايا مساعدة على عكس الخلايا التائية القاتلة CD8. بتعمل هذه الخلايا التائية المساعدة CD4 عن طريق قتل الخلايا اللي بتم تحديدها على إنها غريبة بشكل غير مباشر، فهي اللي بتحدد إذا كانت أجزاء أخرى من الجهاز المناعي بتستجيب إلى تهديد محدد وإيش متصور، يعني إن هي اللي بتشخص. بتستخدم الخلايا التائية المساعدة برضو في إشارات السيتوكين عشان بتأثر على الخلايا البائية التنظيمية بشكل مباشر، بتروح بتساعد الخلايا البائية برضو وتجمعات الخلايا الأخرى بشكل غير مباشر، يعني تتدخل في عمل بعض الخلايا الثانية. CD8 plus T هذه اللي على الشمال اللي احنا شايفينها هنا الصمرة كلها صمرة، هذه خلايا T برضو معروف باسم الخلايا القاتلة، بيقولوا عليها T killer cells، هي سامة جدا للخلايا، وهذا بيعني ايش؟ يعني انها قادرة على قتل الخلايا المصابة بالفيروس. يعني هذه CD8 T اللي هي الكيلرز هذه انها قادرة على قتل الخلايا المصابة بالفيروس وبرضو الخلايا السرطانية كمان.
خلايا تي اللي هي السي دي 8 هذه قادرة أيضا برضو على استخدام بروتينات إشارة صغيرة اللي هي المعروفة باسم السيتوكينات عشان تجند خلايا تانية. يعرفوا برضو هذه السي دي 8 والسي دي 4 بروحوا بشاركوا الخلايا التانية عشان يجندوهم ويعملوا استجابة مناعية. هناخدهم بالتفصيل أكثر إن شاء الله في اللي هو المحاضرات، حيمر علينا كتير بعد كده. الـ organs of the immune system هنا إيش أعضاء اللي هو الجهاز المناعي؟ زي الصايمس وقلنا عليها، البون مارو حكينا عنه اللي بحب يقراهم، والسبلين اللي هو الطحال، واللي هو الليمف نودز والليمف سيلز. هم هدول أهم أعضاء الجهاز المناعي، ثايمس وبون مارو وسبلين والليمف نودز والليمف فيسلز، هدول اللي هم الأعضاء تعون الجهاز المناعي، وكل واحدة لها وصفها التشريحي. وحكينا عن الثايمس والبون مارو والسبلين والليمف نودز، حكينا عنهم. طيب إيش اللي هم الليمف نودز؟ عبارة عن سمول بين شيب، هدول اللي هو الغدد الليمفاوية بنسمع عنها كتير، شكلها زي شكل حبة الفاصوليا بيقولوا عليها، أو هو ال ار بليست الونج ذا ليمفاتيك فيسلز، موجودة وين في أوعية ليمفاوية، وهي زي ما احنا شايفين في الصورة هنا وين في أوعية ليمفاوية، هي محطوطة عليه with clusters in the neck، لكن هي مجموعة في محطوطة في مجاميع، في الرقبة arm bit، في الأباط، في الأبدومن، في البطن، في الجروين، في منطقة الإرابية تحت اللي ما بين الرجلين. Each lymph node contains specialized compartment، هنشوفها هنا يعني فيها فراغات، where immune cells congregate، كل غدة لمفاوية بيحتوي على فراغات فيها الخلايا المناعية تتجمع، and where they can encounter antigen، وهناك ممكن هي تقدر اللي هو تواجه المستضاد اللي جاي من برا. Immune cells and foreign particles enter the lymph node via incoming lymphatics، هدول بدخلوا الاميون سيلز والفورين بارتيكلز، بدخلوا الغدة الليمفاوية عن طريق بسموها incoming lymphatic vessels اللي هي الخلايا الليمفاوية القادمة، or lymph nodes thinning blood vessels، أو عبارة من أوعية دموية صغيرة جدا، تيني يعني يدوب تكون باينة. Cells and fluids are exchanged between blood and lymph cells، الخلايا والسوائل تتبادل، يتم تبادلها ما بين الدم واللي هو الليمف، وين خلال الأوعية الليمفاوية، enabling the lymphatic system to monitor the body for invading microbes، وهذا بخلي اللي هو الجهاز الليمفاوي انه هو مونيتور، يتحكم في الجسم انه في الميكروبات، خلي الجسم يتحكم في الميكروبات القادمه الغازيه له. ده lymphatic vessels، الاوعيه الليمفاويه carry lymph، ايوه هو هذا السائل الليمفاوي، عباره عن clear fluid that passes the body tissue، سائل شفاف بنشوفه، وهذا بمر في خلال اللي هو انسجه الجسم. هاي الغده الليمفاويه، هيها هنا الغدة الليمفاوية اللي فيها incoming lymph vessels اللي بدخل فيها زي ما قلنا اللي هو ال invading، بخشوا منها، وبخش منها الانتيبوديز التي سيلز كمان عشان يتقاتلوا هنا، وبيطلعوا outgoing lymph vessels. هذه تركيبها التشريحي هي lymphocytes الليمفاويات، all lymphocytes exist lymph node through outgoing lymphatic vessels، كل الليمفاويات بتطلع عن طريق اللي هي الأوعية الليمفاوية الخارجة. Once in the bloodstream، مجرد ما هي بتروح على اللي هي مجرى الدم، they are transported to tissues through the body، هي بتروح تنتقل إلى الأنسجة من خلال الجسم. They patrol، patrol يعني معناتها تتجول، تتجول everywhere for foreign antigen، يعني بتروح زي المباحث بتدور في الجسم كله
وين كان دي جراديوالي دريفت باك انتو الليمفاتيك في السيستم، وبرضو شوية شوية دريفت باك يعني تنحرف أو ترجع تاني، يعني تنحرف للظهر معناها أو ترجع تاني على الليمفاتيك سيستم to begin the cycle all over again، عشان تبدأ السايكل اللي هو مرة تانية. أنا هنا تحت جايب لكم صورة اللي هم الوايت بلاد سيلز اللي هي الليمفوسايتس، هاي هم دولة بسموهم ليوكوسايتس سيريس. هاي هنا في جرانيولار اللي حكيت لكم عنها أجرانيولار تنتين يعني نان، وجرانيولار اللي هم الثلاثة الحبيبيات، هاي هم الخمسة الوايت بيسيلز يعني صورتين زي بعض بس مفصلين، هم اللي بحب يشوفهم. السبلين is a flattened organ اللي هو الطحال، flattened organ at upper left of the abdomen، موجود في الجزء الشمال في البطن بالضبط تحت القص، تحت القفص الصدري، لكن هو متخبي جوا. Like the lymph nodes the spleen contains specialized compartment، زيه زي الغدد الليمفاوية هذا السبلين بيحتوي على اللي هو فراغات هنا where immune cells gather and هناك في تتجمع اللي هي الخلايا المناعية وبتشتغل and serve as a meeting ground، وبتساعد كأنها هي يعني أرضية للمقابلات أو غرفة مقابلات where immune defenses confront antigens، هناك اللي هم الجهاز الدفاعي للمناعة بواجه المستضاد اللي احنا قلنا عليه بكتيريا فيروس بارازايت اشي حاجة. clumps of lymphoid tissues يعني clumps مجموعات من الأنسجة الليمفاوية are found in many parts of the body موجودة في العديد من الجسم especially in the linings of the digestive tracts وخصوصا في تجويف واللي هو الجهاز الهضمي and airways وفي في الجهاز التنفسي وفي اللنجز وفي الرئتين. territories that serve as getaways to the bodies هي عبارة عن مناطق بتكون بوابات للجسم. these tissues include هذه الأنسجة البوابات اللي هي tonsils، tonsils اللي هي الإيش اللي هم اللوز، adenoids اللي هم اللحميات الموجودة وراء في المنخار، والآخر الأبندكس اللي هي الزائدة الدودية، هذه هي بوابات الجهاز الليمفاوي. زي ما احنا شايفين هنا في الصورة هذه اللي هو الغدد الليمفاوية والأوعية الليمفاوية الموجودة في الجروين، الجروين المنطقة الإيرابية اللي تحت في الرجل، هي اليمين وهي الرجل الشمال. immune cells and foreign particles enter the lymph node via incoming vessels lymphatic vessels or lymph node thin blood vessels بدخلوا هنا، هنا بتم المعارك، بتم هنا اللي هو ما بين الانتيجين انتيبادي اللي حناخدها بعد كده، انه كيف انه بيتم التعرف على اللي هو المستضاد، المضاد يتعرف على المستضاد. طيب immune cells and their products الاميون سيلز الخلايا المناعية ومنتجاتها. The immune system stockpiles يعني stockpiles هنا اللي هو يخزن احتياطيا huge arsenal of cells huge كبير ضخم ترسانة ضخمة ترسانة ضخمة من الخلايا not only lymphocytes but also مش بس الليمفوسايت لكن بسموها سيل ديفورمينج فاجوسايت، لكن هو كمان بيخزن خلايا ملتهمة، خلايا ملتهمة and their relatives. some immune cells take on all comers some immune cells take on all comers while other are trained on highly specific targets بعض اللي هو الخلايا بتاخد كل اللي جاي، لكن اللي هو الأدرز trained on highly specific target هي يعني مدربة على اللي هو أهداف خصوصية معينة. To work effectively عشان يشتغل مظبوط most immune cells need to cooperation of their comrades
عشان يشتغلوا مضبوط أغلب الخلايا المناعية هذه تحتاج التعاون مع مين؟ اللي هم الكوماريدز، مع الرفاق اللي هو الزملاء. زي ما احنا تو حكينا قبل انه السي دي 8 وسي دي 4 بوزيتيف هدول لازم بيشتغلوا مع التي والبي، كله بيشتغل مع بعض، يعني ما فيش شيء بتخلوش عن بعض. Sometimes immune cells communicate by direct physical contact. بعض أمرار هم بتجمعوا بخواصط الدائر physical contact. Sometimes by releasing chemical messenger. إما بعض الأمرار هم مع بعض، أو بعض أمرار هم بيطلقوا اللي هو مواد كيميائية بنسميها. طيب the immune system stored just a few of each kind of different cells needed to recognize millions of possible enemies. يعني هو بخزن بعض الأنواع من الخلايا المختلفة اللي بنحتاجها عشان يتعرف على ملايين من اللي هو الأعداء اللي داخل الجسم. When an antigen appears، عندما بيظهر هذا المستضاد، those few matching cells multiply into full scale arm. هنا هم كانوا قلال، لكن لما بيجي المستضاد سبحان الله يعني بيصيروا فول سكيل ارم، ايش يعني جيش واسع النطاق، بتكاثروا بسرعه. افتر ذير جوب از دون، بعد ما هو وظيفتهم تنعمل، دي فيد اوي، هم فيد يعني بروحوا، ليفينج سنتريز. السنتريز هنا هدول بسيبوا محلهم أو ما وراءهم حراس أو خفراء، الخفير زي الخفير behind، بسيبوا وراهم اللي هم الخفراء هدول to watch for future attacks، يعني حراس في future attack ولا لا، يعني في هجوم جاي في المستقبل ولا لا. سبحان الله. طيب هناخد إيش هو الأنتي بادي. الأنتي بادي is made up of two heavy chains، سلسلتين من ثقيلة، و two light chains، سلسلتين خفاف زي ما احنا شايفين في الرسمة هنا التوضيحية هذه. The variable region، اختلاف المناطق، which differ from one antibody to the next، بيختلف من واحدة للتانية، allows the antibody to recognize its matching antigen، بتخلي هذا المضاد يتعرف على المستضاد اللي هو انخلق عشانه. يعني طيب هي صورة كبيرة موضحة، أنتي جين، أنتي هنا جين، أنتي بادي، أنتي جين بايندينج سايد، هاي الأنتي جين هاي هنا، وهي أنتي جين بايندينج سايد، كيف هدول بيتحدوا مع بعض، وهذا بسموها القطعة نعرف أنتي جين أنتي بادي رياكشن. All immune cells begin as immature stem cells، كل الخلايا المناعية بتبدأ إنها هي خلايا جذعية غير ناضجة، stem cell اللي هي الخلايا الجذعية. In the bone marrow، وين؟ في نخاع العظام. They respond to different cytokines، هي اللي هي يعني بتستجيب للعديد من السيتوكينات، and other signals to grow into specific immune cell type، such as بتروح بعد كده ما تستجيب بتصير T cells، B cells، أو phagocytes اللي هي اللاقمات أو البالعات اسمهم هذول. Because stem cells، هذه الخلايا الجذعية، have not yet committed to particular future، they are an interesting possibility for treating some immune system disorder. هذا إيش معناته؟ يعني علشان الخلايا الجذعية لسه ما التزمتش بمستقبل معين، not yet committed to particular future، they are an interesting possibility، هي عند احتمال مثير للاهتمام لعلاج بعض اضطرابات الجهاز المناعي. بيستخدموها على فكرة العلماء والباحثين، انه بكرة الحاجات اللي هي autoimmune disease هنحكي عنها، انه ممكن يستخدموها كعلاج للautoimmune disease. Researchers currently are investigating if person own stem cells can be used to regenerate. هاي هنا الباحثين هم بدأوا يبحثوا
انه هل نفس اللي هو هذه خلايا الجذعيه للشخص نفسه ممكن نستخدمها انها تعاود تعيد الدمجد اميون ريسبونس اللي هو الاستجابه المناعيه التالفه في الاوتو اميون ديزيز، في الامراض اللي هي المناعيه الذاتيه اللي بيحاربوا بعض، او اميون ديفيشنسي ديزيز او امراض نقص المناعه. وهذا الكلام زي ما انا حكيته انه ممكن هو هذا لهم مستقبل واعد في هذا الكلام. How immune system deals with problems. كيف الجهاز المناعي شو بيتعامل مع المشكله؟ يعني هذه خطوات بسيطه من ابسط الاشي، يعني هنا عاملينها ثلاث خطوات لكن هي بسيطه جدا حبيت اجيبها هنا. Recognize the problem، تعرف على المشكله مين هو؟ انتيجين ريسبتورز اللي هي مستقبلات المستضاد، بروح ببعث سيجنالز بسموها سايتوكاينز ريسبوند تو بروبلم افكتور اكتيفيتيز، بيستجيب للمشكله اللي بيطلع لنا انشطه المستجيب. هذه ببساطه يعني هو هنا بتعرف على اللي هو المستضاد، ببعث له سايتوكاينات وبروح بايش بيعمل استجابه لا او انشطه المستجيب. هنا ديفرنس بتوين انتيجين انتيبادي، انا حبيت اجيب الصوره عشان نعلق في دماغ الواحد الانتيبادي هيو هنا هو كيف، وهي الانتيجين كيف بحوطه الانتيبادي الانتيجين، وهي الرسمه في الناحيه الثانيه. انتيبادي كلاسيفيكيشن هناخدها درس كامل، هم الخمسه اي جي جي اي جي اي اي جي دي اي جي ام اي جي اي، كل واحدة إلها وظيفة وهدول مهمات جدا، وأنا حناخدهم في درس جاي إن شاء الله. كل واحدة إيش هي؟ هاي هنا كيف اللي هو الاي جي ام، واحدة من اللي هو المضادات الاي جي ام، كيف هي بتروح تتعرف على البكتيريا الانتيجين وبتروح ايه تعمل انتيجين انتيبادي رياكشن. هذا الأحمر هذه البكتيريا، وهذه الحلقات هذه هي الايش الاي جي ام انتيبادي، هي الانتيبادي. هذه الرسمه توضيحيه يعني ان شاء الله حناخذها برضو كمان في المستقبل. السمري هنا انتيجينز اند انتيبوديز كومباين سبيسيفيكالي ويز ايتش اذر، بتحدوا مع بعض الانتر اكشن، اتحادهم هذا بنسميه انتيجين انتيبادي رياكشن، تفاعل انتيجين انتيبادي. ات مي بي ابريفيتد بسموه اي جي اي بي رياكشن باختصار. ذيس فورم the basis for humoral immunity أو antibody mediated immunity بسموها هذا، وهو يعني قاعدة اللي هو المناعة الخلطية. This reaction form the basis for detection of infectious disease، هذا التفاعل antigen antibody هو القاعدة على أنه إحنا نتعرف على الأمراض المعدية. causing agent واللي هو وإيش كمان أمراض المعدية ومين مسببها، and also some non-specific antigens like enzymes، وبعضها الإنزيمات تاعتها الغير اللي هي متخصصة. طيب also scientists have learned much about immune system، تعلموا كتير لكن they continue to study، لكن لسه برضو بيدرسوا how the body launches attack، كيف الجسم يعلن الهجوم that destroy invading microbes اللي هو بده يحطم الايش الميكروبات infecting cells and tumors while ignoring health tissues. New technologies for defining individual immune cells are now letting scientists quickly determine which target are triggering an immune response. بدوا يتعرفوا يعني لسه من جديد في النيو تكنولوجيز اللي هم كيف يدوب كيف بعض الخلايا هي بتتعرف على أهدافها. Improvement في الميكروسكوب are permitting the first ever observation of B cells, T cells and other cells as they interact within lymph nodes and other body tissue. التحسن في يعني الميكروسكوبات هذه خلت يعني نتعرف على الخلايا البائية والتائية وخلايا أخرى كيف هي يعني بتتفاعل داخل الغدد الليمفاوية. In addition, scientists are rapidly unraveling
يعني في بالإضافة العلماء بسرعة يعني اللي هو زاحوا الرموز أو الغطاء اللي هو عن الجينتيك ذا جينيتيك بلو برينتس اللي هو المخططات الجينية ذا دايركت ذا هيومن اميون ريسبونس اللي هي تخرج أو تدير اللي هي الاستجابة المناعية. يعني العلماء بسرعة كشفوا اللي هو المخططات الجينية اللي هي بلو برينت المخططات الجينية as well as those that dictate اللي هي كمان اللي بتدل على البيولوجي اوف بكتيريا على حيوية البكتيريا والفيروسات والبارازايت. The combination of new technology و expanded genetic information هدول مع بعض التنين علم التكنولوجيا واللي هو الجينات will now no doubt teach us even more about how the body protects itself وحيعلمنا بدون شك كيف انه الجسم ممكن يحمي نفسه من الامراض. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.